مشاهدينا اهلا بحضراتكم مع اولى فقرات هذه الحلقه، وقد ايه احنا بنهتم بهذه القضيه، قضيه الاحوال الشخصيه، لان الحقيقه المحاكم ومحاكم الاسره اكتظت باكثر يعني الافات مؤلفه من القضايا التي لم تحسم حتى الان، وبالتالي لابد ان احنا نناقش اثار كل هذه القضايا، لانها للاسف لا تعود فقط على الزوجه ولكن بتعود ايضا على الاطفال، والمشاكل بتوسع او المشاكل بتتصاعد. خلونا النهاردة من خلال هذه الفقرة نحاول نحط أمام حضراتكم أهم هذه التعديلات، أهم هذه القضايا التي سيقوم إن شاء الله مجلس النواب والمختصين، يعني من خلال طبعا أكيد شيخ الأزهر، سيبحث مع المختصين والجهات المعنية هذه الأمور وهذه القضايا. معنا في هذا اللقاء الأستاذة إنجي مراد، وهي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حتضعنا على اختصاصات مجلس النواب خاصة في مثل هذه التعديلات. أيضا معنا في هذا اللقاء دكتورة ريهام العاصي، وهي رئيس اتحاد قيادات المرأة العربية بالجامعة العربية ورئيس إحدى الجمعيات الأهلية. طبعا نحن نرحب بحضراتكم معنا النهاردة، وأعتقد أن هذا الموضوع ليس بالسهل، لأن احنا في لسه مرحلة الإعداد ومرحلة التكوين. هبتدي مجلس النواب، لأن أنا يهمني قوي أعرف سادة المشاهدين، يعني حضرتك عضو لجنة التعليم والبحث، لا طب دي هيكون ليها يعني علاقة بهذا الأمر؟ أيوة يا جماعة، لأن مجلس النواب كتلة واحدة وكلهم لابد ان هم يقرأوا في كل قانون سواء تخصصهم او مش تخصصهم، لان هم عائله واحده او نقدر نقول في مركبه واحده. استاذه انجي مرحبا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك، سعيده جدا بوجودي مع حضرتك في البرنامج. احنا اكتر نور. بس خليني ابتدي بس اخد من المقدمه اللي سيادتك بداتي بيها، واكد على المشاهد انه احنا مجلس النواب لم يتلقى بعد مشروع القانون حضرتك كما تعلمينا، وبرضو احب اوضح للمشاهد وفقا للائحه الداخليه مشروع القانون بيقدم اما من رئيس الجمهوريه او من الحكومه، او بيتقدم به عشر من اعضاء المجلس، يعني نائب، وبيمضي 60 نائب من الزملاء الافاضل، وبيحال او بيعرض على القاعه على المجلس بعد جلسه من وروده، وبعد كده بيحال الى اللجنه المختصه. حتى هذه اللحظه احنا لم نتلقى بعد مشروع القانون من الحكومه او طبعا حتى لو في مقترحات كما ذكر من بعض الساده النواب الافاضل، الا ان برضو المفروض ان هو بينزل لنا في القاعه زي ما قلت لحضرتك وبيعلن عنه ويحال الى اللجنه، ولم يتم ذلك بعد. حضرتك برضو بنتكلم على ان مجلس النواب كتله واحده، وانه انا في لجنه التعليم والبحث العلمي، برضو خليني اشرح للساده النواب ان للساده المشاهدين ان كل النواب لو متوزعين على لجان متفرقه، الا ان في النهايه القاعه هي التي تحكم طبعا. في النهايه فاحنا لو 596 نائب بينزل لنا طبعا بعض المناقشات الحاسمه جدا واللي بيبقى فيها جدال محترم داخل اللجان، واكيد في قانون الاحوال الشخصيه هيتم عمل طبعا جلسات استماع موسعه جدا، ويا ريت نتكلم فيها اهدافها ايه، لانها مهمه جدا في خصوص مشروع قانون احوال الشخصيه. طيب استاذه انجي، في هكمل لحضرتك بس ان مجرد ما تتم دي بينزل القاعه وبيتم مناقشته داخل القاعه. لا بس هو عليه. الفضول خدني، لانه اتفضلي يا فندم. لما بتقولي بيبقى في لجنه واكثر من لجنه للاستماع، فبالتالي هنا الحقيقه بيبقى في فرصه لكل الجهات المعنيه اللي بتحضر او كل الاختصاصات المختلفه بتشعر بهذه المشكله، بتقرا عنها، بيكون ليها يعني نقول المصادر الخاصه بحضراتكم عن كل قضيه. هرجع لحضرتك تاني من اهميه هذا الموضوع، لان الناس فاكره ان كل واحد بيعمل في مجاله فقط، ولكن ما هو الجديد او ما هي اهميه هذه او هذا التضافر الذي يحدث. دكتوره ريهام طبعا برحب بيك معانا، يمكن معاكي يعني عايزه اقول قصتين. قصه ان حضرتك بالفعل رئيس احدى جمعيات المجتمع المدني، وده شيء مهم جدا، لانه اكبر مؤشر واكبر ترمومتر بيقيس احوال الاسر اينما وجدوا، وفي نفس الوقت المراه العربيه من خلال الجامعه العربيه، ودي مسؤوليه اكبر بكتير. نتحدث عن اهميه قانون الاحوال الشخصيه بالنسبه للمراه بصفه عامه، وماذا عن المراه المصريه، وماذا يحدث في هذه الاونه. الحقيقة احنا بنتكلم عن موضوع من اهم الموضوعات اللي بتقابل المجتمع المصري والمجتمع العربي ككل، لانه تقريبا بحكم العادات والتقاليد والعرف والموقع الجغرافي الدول العربية بما فيهم مصر بتبقى بتتشابه في المشاكل، وخصوصا مشاكل الأسرة. أيوة. احنا عندنا في مصر حوالي 1,000,000
قضية طلاق سنويا بتعرض على دوائر محكمة الأسرة. وده عدد كبير جدا طبعا، وينذر بالخطر. ينذر بالخطر مش بس علشان الأب والأم، لكن علشان الأولاد الناتجين عنه. قدامي أربع قضايا من ضمن قضايا كتير، بس دول أهم أربع قضايا يعتبروا بيواجهوا المجتمع المصري وبالتالي المجتمع العربي. لأنه دايما مصر بدورها الريادي مش بس علشان هي عدد سكان كبير، ولا علشان هي حضارة وتاريخ وكل ده، لكن مصر دايما سباقة وليها الخطوة الأولى في تشريع القوانين. تمام. وعشان كده احنا مهتمين جدا كمجتمع مدني في مصر، وان احنا نهتم بالتشريع القادم، علشان التشريع ده هيكون نواة لتشريعات العربية في الدول الأخرى. أنا عندي أربع قضايا مهمة جدا بتواجه المجتمع: قضية الحضانة، قضية إثبات النسب. خلينا بقى في الأول الطلاق، لأنه الطلاق بقى ناخد طبعا هي هو للأسف كله بيترتب على بعض الطلاق. أو زي ما قلت لحضرتك الطلاق، الحضانة، النفقة، إثبات النسب، وكمان الرؤية. دي من القضايا المهمة جدا اللي كل يوم بتتعرض على المحاكم. أكيد. عندي مشكلة بقى لما كل دول طول إجراءات التقاضي. تمام. حضرتك بتقولي إيه؟ مليون حالة في السنة. بالظبط. فطول يعني عشان أنا أقدر أحكم في مليون حالة في السنة، وغير غير القضايا اللي بتتركن أو بيبقى تاخد وقت لأسباب أخرى، يعني يكون مستنيين أي شهود، أي دلائل، أي فبالتالي هتبقى بقى في السنة اللي بعدها أكتر من مليون يعني. بالظبط. فعشان كده حضرتك بتقولي الطول، ما هو الطول بيحكم، فبالتالي لابد بقى هناك تعديل علشان يضبط هذه العملية. ما هي بقى المشكلة ايه؟ المشكلة ان انا لازم اثبت ايه المشاكل الاول علشان لما احيل لمجلس الشعب ويحصل تصويت او تعديل يبقى هو ملم. وده دور الجلسات الحوارية والمناقشات المجتمعية في المجتمع. وده بيعتمد زي ما حضرتك قلتي على الجمعيات الأهلية. لأن احنا بننقل نبض الشارع المصري أو المرأة العربية. طيب تعالي حضرتك اتفرجي، بنقف مع السيدات. اولا اول حاجه، ويمكن السيد الرئيس كان اشار اليها، اثبات الطلاق. ان انا لازم اوثق الطلاق، لان السيدات عمرها ما تقدر تتوجه للمحكمه علشان تطالب بحقوقها من غير ما يكون معاها طلاق مثبت. طيب احنا عندنا كام عدد السيدات اللي مش قادرين يثبتوا الطلاق وتهرب الزوج من ان هو يوثق الطلاق؟ طيب حضرتك جبتي حاله واحده، احنا بس عايزين عشان يبقى كلامنا كمان اكثر واقعية، لدينا تقرير، وهذا التقرير بيحمل اراء الناس او ردود افعالهم، وده طبعا ما يتطلبه الوضع دلوقتي، ان احنا نشوف اخبار ادراكهم وثقافتهم الخاصة بقصة التعديل في بعض البنود، ومن خلال طبعا قانون الاحوال الشخصية. نخرج لهذا التقرير، نعود لحضراتكم ان شاء الله لاستكمال هذا الحوار مع ضيوفنا.